السلام عليكم. تعالوا نفتكر بسرعة كده مع بعض النغمات على المدرج الموسيقي، لأن الموضوع بتاع النهاردة مهم، والموضوع بتاع النهاردة مرتبط بالنغمات على المدرج الموسيقي، وهنعرف بقى إزاي كل نغمة من دول هنلعبها على الكمانجة. كان عندي 5 سطور وأربع فراغات. كان عندي أول فراغ خالص كان نغمة ري، بعد كده على السطر الأولاني نغمة مي، بعد كده فراغ الأولاني نغمة فا، السطر اللي بعده صول، فراغ اللي بعده لا، السطر اللي بعده سي، وبعد كده دو ري مي فا، وآخر حاجة صول. ولو نفتكر كنت قلت إن احنا ممكن نحتاج نحط سطور إضافية، فممكن نحتاج إن احنا نحط سطرين إضافيين تحت وممكن نحط سطور فوق. طب أنا ليه هحتاج أحط سطور إضافية أصلا؟ تعالوا كده نجرب إن احنا نشوف النغمات دي هتظهر إزاي على الكمانجة. لو بصينا على أول نغمة خالص اللي هي نغمة ري، في نغمة ري دي معناها إن أنا هلعب وتر ري حر. طيب النغمة اللي بعديها نغمة مي، هحط صباعي الأولاني وهلعب نغمة مي، بعد كده فا، بعد كده صول، بعد كده لا، بعدين لا طبعا ممكن ألعبها بصباع الرابع أو ألعبها حر، بعدين عند سي، بعد كده دو ري مي، ممكن ألعبها بصباع الرابع أو ألعبها حر، فا صول، وهلاقي إن آخر نغمة عندي كانت صول. طيب بالنسبة للنغمتين اللي فاضلين دول، وبالنسبة للوتر صول اللي أنا ما جيتش جنبه أصلا، إزاي أحط النغمات بتاعتهم؟ عشان كده أنا بحتاج أحط السطور الإضافية. أكيد في سؤال جه في بالنا كده، هو مثلا لو خدنا نغمة زي نغمة ري، أنا مش عرفني هو يقصد أنهي ري فيهم، يعني ظهرت لي أول ري اللي هي في الفراغ الأولاني، أنا مش عرفني ما ممكن يقصد ري دي أو ري دي مين فيهم. عموما أنا كل ما بطلع على المدرج الموسيقي كل ما التردد بيزيد وحدة النغمة نفسها بتزيد، فمعنى إن هو جايب لي ري اللي تحت فهو يقصد ري الغليظة، لكن لو جايب لي ري اللي هي على السطر الرابع فهو يقصد ري دي. تمام، ده معناه ان انا لما وصلت لنغمة سول اللي هي اخر نغمة كانت في الصباع التاني على وتر مي، لما هحتاج نغمة لا اكيد نغمة لا دي هتبقى بعد سول، فهحط سطر اضافي من عندي فوق سول واحط عليه نغمة لا. طيب نغمة سي هتبقى في الفراغ اللي بعد السطر الاضافي اللي انا حطيته، واي نغمة بقى اعلى من كده هحتاجها هحط سطر ليه. طب بالنسبة بقى الوتر سول اللي أنا ما جيتش جنبه خالص، وتر سول التردد بتاعه أقل من تردد نغمة ري، فده معناه إن هو أقل من ري، فأنا هحتاج عشان ألعب نغمة دو اللي هي قبل ري على طول على وتر سول هحط سطر إضافي من عندي تحت ري. وبالنسبة لنغمة سي فهي في الفراغ اللي قبل السطر الإضافي اللي أنا حطيته، وبالنسبة لنغمة لا فأنا هحط سطر تاني إضافي وأحط عليه نغمة لا، وبالنسبة لصول فهو في الفراغ اللي قبل السطرين الإضافيين. طيب لو جينا جمعنا الموضوع كده بهدوء وركزنا فيه تاني هنلاقي إن بالنسبة لأول وتر اللي هو وتر صول اللي هو ممكن يبقى عليه نغمة صول أو لا أو سي أو دو أو ري، لأن أنا ممكن ألعبها بصباع الرابع أو ألعبها حر، فهنلاقي إن هي واخدة على المدرج الموسيقي الجزء ده. لو جينا الوتر اللي بعده اللي هو وتر ري فده ممكن يظهر عليه نغمة ري أو مي أو فا أو صول أو لا، زي ما اتفقنا ممكن ألعبها حر ممكن ألعبها على الوتر لا، فهتاخد على المدرج الموسيقي المجموعة دي. بالنسبة للوتر لا فهلاقي إن أنا ممكن يظهر عليه لا أو سي أو دو أو ري أو مي، ومي برضو ممكن ألعبها حر أو ألعبها بصباع الرابع مشتركة في الاتنين، فهتاخد المجموعة دي من المدرج. وبالنسبة لآخر وتر اللي هو وتر مي فهو ممكن يظهر عليه مي أو فا أو صول أو لا أو سي،
ودول هياخدوا المجموعة الأخيرة في المدرج. لو جينا بصينا على الموضوع كله بقى كده وجمعناهم كلهم هنلاقي إن هي متقسمة بالشكل ده. وبالمناسبة الورقة دي هتلاقوها في الديسكريبشن، وأنا كنت حاططها امبارح على الصفحة بتاعت الفيس. أيوة الصفحة اللي أنت مش متابعها دي، أيوة خش اعملها لايك بقى كده. احنا عرفنا يعني الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نقرأ نوتة، عرفنا أماكن النغمات، وعرفنا ازاي هنلعبها على الأوتار، وعرفنا الأشكال الإيقاعية. بالنسبة للفيديو بتاع الأشكال الإيقاعية تقدر تشوفه من الآي اللي هتظهر فوق، أو هتلاقي بيه لينك في الديسكريبشن. احنا كده المفروض بقينا بنعرف نقرأ نوتة، وعرفنا كل حاجة هنحتاجها عشان يعني مش كل حاجة قوي، بس يعني الحاجات اللي هتخلينا نقرأ النوتة بسهولة. كده فاضل إننا بقى إيه، نجيب نوتة ونلعبها مع بعض. الفيديو اللي جاي هيبقى فيه نوتة كده تمرين هنلعبه مع بعض، وأنا عارف إنكم زهقتوا، ف يعني ممكن نلعبوا أغنية كده يعني سماعي. طبعا ده مش صح يعني إن أنا أقول لكم بقى العب نغمة مي والعب نغمة فا وحط صباعك كذا، ده مش صح، بس عشان نكسر الملل شوية. فيا ريت تقولوا لي، طبعا الأغنية دي انتوا اللي هتختاروها يعني، يا ريت تقولوا لي بقى في الكومنتات عايزين أغنية إيه، وهعمل فيديو إزاي نعزف. وبس أتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتدوسوا زرار الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات أول بأول، ودوسوا لايك بقى. طب وصفحة الفيس اللي انت ما عملتلهاش لايك لحد دلوقتي، فضل انزل اعمل لها لايك، وهتلاقي الاكونت بتاعي اعمل له فولو في السكة.